لو الحكاية فيها إن فيجو كل سنة طيب كل سنة كويس كل سنة وأنا طيب إن شاء الله بإذن الله إحنا في محافظة القاهرة عملنا تركيبات جهات عديدة جدا زي قوة بيروت القاهرة زي لجنة العام زي أي رقابة الحدائق والبيوت والمستشفيات دور الأيتام والتمويل وغيرها من الوزارات اللي هي مسؤولة عن توفير الخدمات بشكل عام للمحافظة. إن شاء الله احنا النهارده طلعنا العيد كان في الصلاة بتتم في أكثر من 300 مكان الأمور كلها شبه شاهدة والحمد لله رب العالمين. الصبح النهارده سيد رئيس مجلس الوزراء وأنا رحنا دولاء وعيدنا على أبناء المنطقة اللي حصل فيها بعض التلفيات نتيجة حادث التفجير الإيطالية والطمأنينة على بداية نشوء التجهيزات خاصة بأعمال التطهير. الآن إحنا مع المواطنين في جولة في الأتوبيس الفهري بحيث ماء العامة فرق حوالي أكثر من 2000 أتوبيس النهاردة وأكثر من 700 من مصر ونقل إلى الأتوبيس الفهري في تنسيق عشان أعمال إنتقال المواطنين من وإلى القاهرة بره القاهرة أو بيعطوا القاهرة كزيارة. الأمور حتى الآن